كبير والحضور فاجأنا، وهذا يخليني نتفكر سؤال طرحوه علينا قبل وقاعدين يطرحوا فيه، يا أخي شبيكم ما تفرقتوش؟ شبيكم ما زلتوا ملمومين؟ ما تعداش قانون تحسين الثورة والنهضة ما زالت متوحدة، وخرجتوا من الحكومة والنهضة ما زالت متوحدة، اجتمعنا الكل باش نفرقوكم، تفرقنا احنا وانتوما ما تفرقتوش. الله اكبر الله اكبر. هما ما يعرفوش حاجه، ما يعرفوش اللي مشروع حركه النهضه هو مشروع حريه للتوانسه الكل، وهذاك علاش هذا المشروع نفديوه برواحنا ونفديوه بدمنا ونقعدوا متجمعين. هما تجمعوا باش يفرقونا، جمعتهم احقادهم، ولكن شوفوهم توا فرقتهم اطماعهم. ونحن والحمد لله دخلنا للحكومه مع بعضنا، وخرجنا من الحكومه واحنا مع بعضنا، وان شاء الله نرجعوا للحكومه واحنا مع بعضنا.